سيد حسين، سؤال لك، هل تمثل القمع، هل يمثل القمع في العراق محاولات الحكومة العراقية ضبط موقع أمني أم استشرائي نظام ظلامي في العراق؟ هل هو لضبط الأمن أم هو لقمع المظاهرات؟ يا فندم، يعني إحنا كنت عاوز أرد برضو على الأخ تيسير. إذا كان هدفنا إن إحنا نندب ونشغب، فهناك الكثير مما يمكن أن نندد به ونشجبه في العشر سنين الأخيرة في كل مكان في الوطن العربي. دماء سالت بطريقة ولم يتحرك المجتمع العربي. ليه؟ لأن الأسباب معروفة. الأسباب الناس كلها بدأت تعي إيه اللي بيحصل، إيه أسباب كل ده. يعني ما قامت به داعش مثلا في سوريا وما زالت، والتانيين وفي اليمن وفي الأخير والحوثيين وإلى آخره. فإحنا دورنا أعتقد إحنا عندنا الفرصة إن إحنا نفهم التطور التاريخي لهذه الأحداث، إلى أين سوف تذهب، بل الأهم إلى أين يجب أن تذهب، ونعلم الناس ونشارك المعارف اللي توصلنا ليها عشان يعرفوا. إحنا ليس أمامنا إلا أعداد هائلة، يعني كميات هائلة العدد من الناس من كافة الأنواع في كل مكان، وزي ما قلت مجتمعات مسلمة ناطقة العربية يحكمها تشكيل عصابي، نظام تشكيل عصابي اليوم في العراق، وبقول لحضرتك من ساعة محمد ما راح يسرب وفي كل مكان حتى وقتنا. فإحنا جايين نقول إيه النهاردة؟ ما إحنا خلاص قلناها في جملة، المنظومة التشكيل الإسلامي السياسي هو تشكيل عصابي، الطرف الأول اللي هو عملية في العراق واللي عمالين نشجبه ونندد به هو اللي عملية في الناس، وعملية بقاله 1400 سنة مش النهاردة وفي كل مكان. فما الجديد النهاردة؟ الجديد إن إحنا وعينا بهذه الحقيقة. الجديد إن إحنا عاوزين نشارك الناس العاديين اللي هم زي ما قلت لحضرتك من 10 سنين كانوا فاهمين تغيير النظام هيحل الموقف. النهارده بيقولوا برضو تغيير النظام لن يحل الموقف. تغيير هو طبعا هيتغير، بس لازم يتغير في اتجاه معين. البديل له لازم يبقى في اتجاه معين. احنا من في امكاننا ان احنا نتحكم في هذا الاتجاه وننشر الوعي بالاتجاه اللي المفروض يتغير فيه.